بشو برايكم العالم بتتاثر اكثر، بالانسحاب الروسي من سوريا ولا انسحاب الروسيات من لبنان؟ انا عن نفسي الاحتمال الثاني، اذا الروسيات فلوا من لبنان انا فل من لبنان. هيدي خلطه كبيره. في بديل اوكرانيات ممتاز. هلا عم شي الروسيات، شو رايك اذا انسحب الروسيات من لبنان؟ كارثه. هي انسحبوا بسر علينا نحن الشباب. اف هاي مشكله عايشين عنا، صار عندهم جنسيات. يعني هيدي مصالح دول كبرى ويعني قرارات كبرى، هيدي هاي مشكله كبيره اضرب من الزباله. هلا اكيد يمكن ياثر ويمكن ما ياثر، ما حدا بيعرف. بدبس ما انتم ما بتستغنوا عنهم. هونيك عم يحاربوا، هون عم يحاربوا، هون عم يناضلوا. طب شو رايك بالقوه الروسيه اللي موجوده بالمعاملتين؟ بتشرفنا وعراسنا. هدول قتلة بشدة الجمال اللي عندهم. طالبين مواطنين على المعملتين، رح تنزل؟ اكيد بنزل. لا هيك انا مش مع الانسحاب الروسي من المعملتين. في حلوين كتير، انا حكيت يجوا لعند احلى احلى اناتس روسية يجوا لعند لهون. عندك مشاوير على المعملتين؟ اكيد 100%. هاو بيفيدوني، هذا شو بيفيدني؟ هلا في سواح بتروح على المعملتين. المواطن بشو بيتأثر أكثر، بالانسحاب الروسي من سوريا ولا بانسحاب الروسيات من لبنان؟ لا الروسيات من لبنان. ما في عنا في لبنيات وفي اثيوبيات وفي بنغلاديش وفي انات كتير. خلينا الروسيات هون على الاقل. لكن انا بدي اسالك شو رايك في حال انسحبوا الروسيات من لبنان؟ ما هي يا سيدي هذا يدخل ضمن التوازنات الدوليه والاتفاقات المعقوده بين الولايات المتحده الامريكيه. Can you يعني send them to Lebanon? Our Russians? Yes. Yeah, if you want them, yeah. Yes, yeah, so there's actually nine Russian, two Russian, one Belgian. Are you from Belgium? In Belgium? Yes. Do you have Belgium? We have Belgians in Austria. Yeah, do we have? Yeah, I think so. We have every nation here in Austria. Yeah, but nine Russians, one from Belgium, and three from Austria. Thank you very much. Pleasure. Thank you.